يطلقون عليها اسم علم الخرافات. إنها الكيمياء علم جميل وخطير، لكنه ساحر أيضا. هذه مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي ستغير نظرتك لهذا العلم. تفاعل بيلوسوف زابوتينسكي. يعتمد التفاعل على الفلورين والأكسجين والبرومين في تفاعل عكسي معقد يتغير بين 18 تفاعلا وسطيا بألوان مختلفة. لومينول. يشع اللومينول عند تفاعله مع بروكسيد الهيدروجين ويستخدم الحديد كعامل محفز. هذا المركب يستخدم للكشف عن الدماء في مسرح الجريمة. حمض الكبريتيك مع السكر. يسحب حمض الكبريتيك الهيدروجين والأكسجين من السكر ليتكون عمود من الجرافيك أو الكربون. الثيرمايت. الألمونيوم وأكسيد الحديد يكونان نافورة من الشرارة والدخان. فعله يكون حرارة 3000 درجة مئوية. تفاعل بريغر روشر. يتعلق التفاعل بعنصر اليود ومركباته. تغير اللون بين 4 درجات مختلفة. معجون الفيلة. تتكون رغوة من الصابون بعد إضافة عامل محفز. المطر الذهبي عبارة عن كريستالات من أيوديد الرصاص. يحدث التفاعل ترسيبا من نوع خاص. أفعل فراعنة. قم بحرق كمية من ثيوسيانات الزئبق. سينتج عمود ملتوٍ من الرماد. بيروكسيد الهيدروجين مع الدم. تفاعل مذهل آخر. السائل المغناطيسي. تحتاج إلى زيت نباتي وماكينة حبر ومغناطيس أرضي نادر. هل قمت بتجربة إحدى تلك التجارب من قبل؟ Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. شكرا لكم.